قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالآيات تتحدث عن شياطين الإنس والجن. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نصت الآية على أن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين. من الجن شياطين وهم إبليس وذريته الكفرة من الجن، ومن الإنس شياطين كل من ابتعد عن أمر الله وشرعه وأبعد الناس عنه فهو شيطان من شياطين الإنس. وهذه الآية دليل على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الإنس شياطين، لأن الشيطان مشتق من شطنة، أي بعد عن رحمة الله. فكل من بعد عن الحق وأبعد غيره عنه يطلق عليه في اللغة العربية اسم شيطان، وأعطاها العرف الشرعي الإسلامي هذا الاسم أيضا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وفي آخر سورة الناس يذكر الله تبارك وتعالى أيضا شياطين الإنس والجن، فيقول بآخر السورة: من الجنة والناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما أي الفريقين أشد خطرا، الشيطان الإنسي أو الشيطان الجني؟ بحث العلماء في ذلك وتحدثوا بكلام طويل، ولكن الحقيقة كلاهما له أثر في التضليل والإضلال. فهناك من الناس من ينصاع لشياطين الإنس، وهناك من شياطين الإنس من هو أشد خطرا في الإغواء من شياطين الجن. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من كلا الصنفين. فكل عبد من البشرية، وكل البشرية حتى الكفار عبيد لله رغم أنوفهم، يخضعون لأمر الله في حياتهم ووفاتهم وذكورتهم وأنوثتهم. كل عبد من عباد الله إما أن يطيع الله الخالق ويتحرر من العبودية لغيره فيكون عبدا لله، وإما أن يترك طاعة الله فسيطيع شياطين الإنس والجن التي توسوس له في صدره من نفسه وتزخرف له الحقائق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان يجر الناس إلى الباطل بخطوات، وقد تأتي الآية: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهذه الخطوة الأولى وهو زخرفة القول من أجل التغرير بالإنسان حتى يبتعد عن الحق ويطيع الشيطان ويترك طاعة الرحمن تبارك وتعالى. وهكذا شياطين الإنس في العصر الحالي، في العصر الحديث يسمونه، يزخرفون الباطل للناس فيصورونه بصورة حسنة فيضلون الناس، حتى أن الشعوب أصبحت يعني تتأثر بما يشاع بينها من أن الاستعباد هو حرية، وأن الكذب دبلوماسية، وأن التكشف والفساد في الأرض هو سعادة،
وأن التحرر من الفضائل والأخلاق مدنية، وهذا كله غير صحيح، تدل عليه القواعد الفطرية الإنسانية والعقل الإنساني السليم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. لو شاء الله تبارك وتعالى ما مكنه من الإغواء والإغراء، لم يمكن شياطين الإنس ولم يمكن شياطين الجن، ولكن حكمته سبحانه وتعالى حتى يتحقق في البشرية الصورة الصحيحة التي يظهر فيها حقيقة الإنسان، حتى يتحقق الابتلاء والاختبار، ينبغي أن يكون هناك أسئلة من جميع الأنواع. فالشيطان يزين الباطن، ورب العزة وضع للإنسان عقلا يميز فيه بين الحق والباطل، وأرسل له الرسل وبين له الحقائق، بين له طريق الحق وبين له سبل الضلالة، فتتحقق الأمور لابتلاء الإنسان بشكل صحيح. من أراد أن يميل وينزاح إلى الباطل يجد من يساعده عليه ويشجعه، ومن أراد أن يكون مع الحق يجد أيضا من يكون على الحق ومن يدعو إليه، فتتحقق بذلك الفتنة أو الابتلاء. الخطوة الثالثة لشياطين الإنس والجن هو قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى أي تميل، صغى أي مال، تميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى وتميل إلى ماذا؟ إلى القول المزخرف وإلى الفساد المطلي بصورة جيدة يظهر لأتباعه أنه حسن وأنه جيد، فينصاعون إليه ويميلون إليه. من الذي يميل إليه؟ الجهل والمغفلون. نعم، لو استعملوا عقولهم لعرفوا أن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين، وأنه الحكيم، وأنه لا يأمر إلا بكل خير، بينما شياطين الإنس والجن لا تأمر إلا بكل شر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما ينتظرون حسابا ولا مسؤولية في الآخرة، فهؤلاء ينصاعون وراء شهواتهم وأهوائهم دون التقيد بأوامر الله الذي قيد الشهوات بما يصلحها وبما يحقق فيها السعادة في المجتمع ولأصحابها السعادة في المجتمع. وليرضوه، أي ليرضوا بهذا الباطل. والخطوة الثالثة: وليقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف كسب الخطيئة أو كسب الجريمة، وليقترفوا أي ليكتسبوا ما هم مكتسبون من القبائح والجرائم. إذن يدفعهم الشيطان إلى ذلك، ولكن ليس إكراها، إنما يزين لهم الباطل. والرب نبهنا إلى هذا وحذرنا، فلا يميل إلى الباطل ويترك الحق الذي أمر به الله سبحانه وتعالى إلا الجاهل، أما العاقل فيختار الحق ويتبع الطريق المستقيم الذي رسمه الله له، فيعيش سعيدا في الدنيا ويعيش سعيدا في الآخرة. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.